تواجد هناك مبعوث تلفزيون نهار الزميل عبد الله بالغربي إلى الولاية. تلاميذ بدأوا بالخروج من الأقسام قبل ربع ساعة من انتهاء المدة الزمنية لامتحان مادة العلوم الطبيعية وعلوم الطبيعة والحياة. كيف هي الأجواء عندك عبد الله؟ مرحبا بك طارق وبكل مشاهدي قناة النهار. إذا كما قلت متواجدون بولاية تيارت وتغطيتنا المباشرة متواصلة لليوم الثالث والأخير من امتحانات شهادة التعليم المتوسط لدورة جوان 2022. إذا اليوم ينزل الستار على هذه الشهادة التي دامت امتحاناتها لمدة 3 أيام والتي ترشح لها أزيد من 700 ألف تلميذ عبر الوطن. نتمنى لهم التوفيق والنجاح إن شاء الله. إذا التلاميذ اليوم أنهوا مادتي اللغة الفرنسية والعلوم الطبيعية. معي هنا مجموعة من التلاميذ حتى نأخذ آرائهم حول الأسئلة المقدمة لهم في مادة العلوم الطبيعية. مرحبا. السلام عليكم. السلام. تفضل. الموضوع بين يديك، يعني كيفاش كانت الأسئلة؟ جوني كاع ساهلين وأني خادم وإن شاء الله نطلع إن شاء الله ولا يترك ساعة باطمان إن شاء الله. إن شاء الله. يعني الموضوع يعني اللغة العلوم الطبيعية كان في المتناول، شحال تدي فيه بالك؟ ندي فيه 17 ولا. إن شاء الله ممتاز. إن شاء الله ربي ينجحك. واش راك حاب تدير إن شاء الله في الثانوية؟ حوس نقيجي. عندك معدلات مليحة يعني. إيه إن شاء الله نقيجي إن شاء الله وإن شاء الله نربح إن شاء الله. ان شاء الله نتمنى لك التوفيق ان شاء الله. ولا يترك ساعه باطمان. شكرا جزيلا. ايضا معي ايضا تلميذه اخرى. كيفاش كانت يعني موضوع العلوم الطبيعيه؟ كان صعب بزاف، هو الرياضيات وفيزيك. مي شويه كيما الوضعيه الادماجيه شويه سهله، نخدموا فيها الوضعيه الادماجيه على 5 على 8 من هذيك الوضعيه. لكن الاسئله كانت في المقرر يعني وكانت شويه فيها هفوات. ايه شويه معقده هذيك الاسئله اللي تقول كاع الناس طاحت فيها، ما كانش كاع يخدم فيها في هذوك الاسئله كيما الاول والزاوج. ان شاء الله التوفيق. شكرا جزيلا لك. ايضا معي بعض التلاميذ. مرحبا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. يعني تفضل، موضوع العلوم بين يديك، كيفاش كانت الاسئله؟ كانت سهله وخدمنا، وكان وضعي ادمجيه جاتنا شويه صعب. نتمنى لك التوفيق. ايضا بالنسبه لليوم الاخير هو اخر امتحان بالنسبه لكم، ما عندكمش لغه امازيغيه مساء. كيفاش يعني كانت الامتحانات تاع هذه السنه؟ يعني كانت سهلة بالنسبة للسنوات الماضية وإن شاء الله نربحوا بها. إن شاء الله نتمنى لك التوفيق. واش حاب تدير إن شاء الله في الثانوية؟ أنا نكمل نوصل أدبي. نتمنى لك التوفيق. شكرا جزيلا. مرحبا تلميذ آخر. سلام. كيف كان يعني موضوع اللغة العلوم الطبيعية؟ كان التمرين الأول شوية صعب، زاود جاني نورمال، وضعي ادماجيه نص نص، الجزء الاول سهل، الجزء الزاوج فاني شويه. والفيزياء جاتنا شويه صعبه هي والرياضيات. يعني مجمل القول يعني في مشاهد التعليم المتوسط كيفاش كانت بالنسبه لك؟ يعني هل انت راح تتفوق بها ان شاء الله معدل مليح؟ ان شاء الله الان. لا ان شاء الله. نتمنى لك التوفيق. ايضا تفضل معي اخي. السلام عليكم. السلام. كيفاش يعني كان الموضوع طبيعي؟ بالنسبه للاسئله اللي جات في موضوع العلوم كانت جد متوقعه وكانت في متناول الجميع، ويقدر التلميذ المتوسط والاقل من المتوسط انه يجاوب عليها. ان شاء الله. يعني تخدمت مليح في الحمد لله. فرنسية صباح. فرنسية فاني جات سهله والاسئله كان حتى توقعات الاساتذه. ان شاء الله. واش حاب تدير ان شاء الله في الثانوي، علمي ولا ادبي؟ علمي ان شاء الله. ان شاء الله. نتمنى لك التوفيق والنجاح ان شاء الله. شكرا جزيلا. اذا زميلي طارق، كانت هذه اراء بعض التلاميذ هنا بولايه تيارت حول امتحانات شهاده التعليم المتوسط لدوره جوان 2022 وايضا ماده العلوم الطبيعيه التي تباينت الاراء حول صعوبتها وسهولتها. نتمنى للجميع التوفيق ان شاء الله. عودة ان شاء الله. اليك ان شاء الله. شكرا جزيلا لك عبد الله بالغربي موفد تلفزيون نهار الى ولايه تيارت. نذهب بكم مباشرة الآن دائما في إطار تغطيتنا المباشرة والآنية لهذا الحدث التربوي امتحانات شهادة التعليم المتوسط، نذهب إلى ولاية الوادي مع الزميل عبد العالي رحومة. صباحا تحدثنا عن امتحان مادة اللغة الفرنسية وأجمع عدد من الممتحنين على أنه كان في المتناول. الآن الحديث طبعا على مادة أخرى مهمة لا تقل أهمية، مادة علوم الطبيعة والحياة. كيف كانت الأجواء هناك بالوادي عبد العالي؟ نعم، مواصلة لنقل المباشر لأجواء شهادة التعليم المتوسط،
المادة مادة العلوم الطبيعية، تحدثنا مع بعض المترشحين أو التلاميذ الذين أكدوا أن المادة في المتناول كسائر المواد وأنها في إطار البرنامج الدراسي، وسط التفاؤل الكبير من قبل التلاميذ بنتائج مميزة إن شاء الله. اليوم ما ميز ولاية الواد هو أنه حالتي لطالبة تلميذين توفي الأب تاعهم، ترحموا عليهم. في نفس الوقت هو تقييم معنا مدير التربية يقيم هذه الأمور على الأقل في شهادة التعليم المتوسط التي على الأقل وسط تفاؤل كبير تاع التلاميذ. والله أنا نشكركم على كل حال على المرافقة، مرافقة قناة النهار لنشاط قطاع التربية بولاية الواد. بداية نترحم على والدي التلميذين، تلميذ وتلميذة، الذين توفيا يوم أمس. تنقلت اليوم زرت تلميذة بمنطقة المقرن وتلميذ بمدينة الواد، شجعتهم على إتمام الامتحان. طبعا وجدت أن المستشارين التوجيه الأخصائيين النفسيين تكفلوا بهم، والحمد لله على كل حال راهم وصلوا في الامتحان. بالنسبة لنا الامتحان جرى في ظروف عادية، أنا سمحت لي تنقلاتي إلى 25 مركز على مستوى 20 بلدية من 22، سمحت لي أن أطلع عن كثب على الظروف المادية لإجراء الامتحان، وكذا على معنويات أبنائنا التلاميذ. لاحظت بأن أبنائنا التلاميذ كانوا في حالة فرح وسرور، عموما حالة اطمئنان، لأن الأسئلة كانت في المتناول ولم تخرج عن البرنامج الدراسي الذي تناولوه مع أساتذتهم. هذا فيما يخص العملية الإجراء. إن شاء الله نتمنى يكون الحصاد وفير هذه السنة. الظروف المادية أيضا كانت ظروف عادية وعادية جدا بالنسبة للتكييف أو الإطعام أو النقل، سواء للمؤطرين أو للتلاميذ. نتمنى إن شاء الله أن شهادة البكالوريا تمشي على نفس المنوال، وأن النجاح سيكون حليف جميع أبنائنا التلاميذ. بخصوص التكييف، حاولنا تنقلنا إلى أكثر من مركز، أكدونا أن عملية التكييف مقبولة جدا وظروف تاع الحجرات مقبولة. أكيد أنه في عمل كبير، ولا حتى ما هي الإجراءات اللي درتوها حتى كان الأمر هذا؟ والله بالنسبة لنا احنا شرعنا في شهر مارس في مراقبة مختلف الهياكل وعلى رأسها المكيفات. ما تنساش احنا منطقة في الجنوب عندنا الحرارة مرتفعة ومرتفعة جدا، هذا شيء طبيعي بالنسبة لنا. كانت فيه عملية معاينة ثانية في الأسبوعين الأولين من شهر ماي، ثم بعد ذلك معاينة نهائية، أن كل مرة كنا نعالجه ونكتشفوا بعض النقائص نعالجوها. كانت فيه مرافقة أيضا لسيقة ودائمة من طرف السيد ولي الولاية من خلال مختلف السلطات طبعا أو المتدخلين في 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 هذا المقياس، كمديرية الطاقة، شركة صنع الغاز، بالنسبة لنا المدير الولائي المكلف بالمواصلة السلكية واللاسلكية اللي كان يشرف مباشرة عن المحولات. فبالنسبة لنا على كل حال العملية تجاوزنا النقائص اللي كانت موجودة، عالجنا النقائص اللي كانت موجودة، الصيانة الدائمة. بالمناسبة نشكر الأطقم خاصة المقتصدين ومدراء المؤسسات والعمال المهنيين اللي كانوا واقفين ليل نهار من أجل أن يوفروا جو ملائم لأبنائنا التلاميذ. شكرا زميلي طارق، أكيد أنه وسط تفاؤل كبير، ويرجح أن تكون نتائج إيجابية إن شاء الله، وبالتوفيق لتلاميذنا وفي شهادة التعليم المتوسط، وبالتوفيق إن شاء الله نشوفهم في الطور الثانوي إن شاء الله الموسم القادم. نشكرك الشكر الجزيل عبد العالي رحوبة مراسل النهار من ولاية الوادي، والشكر موصول لضيفك الكريم مدير التربية بالولاية. طبعا أتمنى التوفيق لكل التلاميذ في هذا الامتحان المصيري. نواصل في ذات السياق مشاهدينا الكرام في إطار تغطيتنا المباشرة.